أصدقاء وأبطال. غزت جيوش الإمبراطورية الرومانية العظمى كل ما كان أمامها، وعندما وصلت إلى مدينة أورشليم المحاطة بأسوار وجدت مقاومة. الجميع كانوا يسمونني ماكي. الناس داخل الأسوار وقعوا في فخ الحصار الروماني. إنما وجدنا طريقا سرية تحت المدينة. واجهنا الجوع والظلم، ولكن أصدقائي وأنا لم نستسلم أبدا. تشاركنا في قصص أبطال شعبنا. موسى الذي خلص شعبه من الأسر، بولس الذي واجه غرق السفينة وغضب الآخرين، داود الذي أصبح ملكا، الشقيقان يعقوب وعيسو وكثيرون غيرهم. تلك القصص منحتنا الشجاعة، علمتنا الدروس وساعدتنا على سلوك الطريق الصحيح. وهكذا أصبحنا أبطالا نحن أيضا. أصدقاء وأبطال.